يقول: هل التسليم في صلاة الجنازة يكون عن اليمين والشمال أم عن اليمين فقط؟ كله جائز، كله جائز، لكن إذا صليت مع من يسلم على اليمين تكتفي بهذا، سلم على اليمين ويكفي. نعم. هل يجوز التختم وإن صليت مع من يسلم على اليمين والشمال تتبعها، لما جعل الإمام يؤتم به. نعم.